اخوان كيف راكم؟ كلشي مزيان؟ الحلقه ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون مهمه. بزاف الناس كيسولوا واش يمكن لي نربي طيور الزينه الصغيره اللي هما البيروش ولا ليزانس ولا الكالوبسيت ولا البورك ولا جميع الانواع مع الببغاء، حيت كاينين بعض الاخوان وبعض القنوات اللي كيقولوا لك لا الا ربيتي ليزانس سيبارابل مع الببغاء غادي يمرضوا لك غادي يموت لك. تبعوا معايا اخوان الحلقه تاع اليوم، غادي نوريكم التجربه ديالي من بعد اي واحد كيفكر انه عنده شي بيت غرفة خاوية وبغى يربي فيها كاع الانواع اللي كيعجبوه ومحتار، يعني كيفكر تيقول بلي راه الا جبت لي زان سيبارا بلاكا صغيور مع الببغاء يقدر الببغاء غادي يضربو ولا غادي يقتلو ليا. الاخوان راه الطريقة ناجحة، ويمكن لك انك تصايب غرفة فيها الطيور تاع الانتاج ديالك تعزلهم بوحدهم، وفي نفس الوقت دير فيها الطيور ديالك اللي هما ديال الدريساج، ويمكن لك انك جميع الانواع تولفهم مع بعضياتهم في غرفة واحدة، ويمكن لهم انهم يتروضوا في وسط الغرفة وما كيدابزوش. الطريقة كيفاش غادي تتعامل معاهم تبعوا معايا، غادي تشوفوا كيفاش الطريقة كنتعامل مع الطيور عندي في الغرفة، يعني جميع الانواع كبار صغار كالوبسيت ببغاء اي نوع، كل واحد كان ليه قفز خاص ديالو. غادي تشوفوا الطريقة كيفاش كنتعامل معاهم باش كيوليو الطيور كيحفظوا القفزة ديالهم. باللي فاش كيقرب يظلام الحال كيمشيو كل واحد كتلقاه داخل القفص ديالو كيجلس، وبالنهار كيدخل كيدور في غرفة الانتاج فين ما بغاو، ما كيدابزو ما والو. نتمنى الحلقة تاع اليوم تكون عجباتكم، تبعوا معايا حتى الاخر. واهم حاجة غادي نقول لكم هو الاخوان اي واحد كيحب طيور الزينة راه يمكن لك انك تجمعهم في بيت واحد في جميع الانواع وجميع الاشكال. الطريقه اللي كتهم هو انك تجيب الطيور يكونوا رحيمه، يعني كتروضهم كطعمهم كيف كنوريك في الحلقات اللي دازوا، انك الطريقه كيفاش كطعم الفراخ حتى كتكبرهم على يديك. لو كنت باش كتكبروا مع بعضياتهم في الغرفه كون على يقين انهم راه ما غاديش يدابزوا وما غاديش يتضاربوا وغادي يكونوا مولفين بعضياتهم كاملهم. تبع معايا الحلقه حتى الاخر، نتمنى تعجبك وشوف الطريقه كيفاش انا كنخدم مع الطيور ديالي. السلام عليكم اخوان. الطريقه اللي كنتعامل مع الطيور هي بحال هذا الشكل هكا، يعني كل نوع بحال دابا هذا النوع هذا بيتنصمو نتاع الاومني كولور، وكنحط ليه القفص ديالو بحال هذا الشكل، كندير فيه الماكله نتاعو والماء، وكنخلي ليه القفص محلول بجوج ثلاث جوايع، كنخلي الباب الكبير ديالو محلول وكنخلي ليه الباب تاع الفوق. الطير من بعد فاش كيتفطم في وسط القفص تيولي اول ما كيوصل الليل كيقرب يظلام الحال كيجي كيدخل القفص ديالو ديريكت. كل طائر كتلقاه تيحفظ القفص نتاعو تيولي تيجري ديريكت، وبالنهار راه تيبقاو تيدورو هما كاملهم في الغرفة، يعني واحد ما كيضرب واحد وكيكونوا مولفين بعضياتهم كاملهم. الطريقة راه بحال هكا، وكل طائرة كنكون داير ليها قفص ديالو تيكون مولفو كتحل عليه من الفوق تيخرج كيظل كيدور كيوصل الليل كيدخل القفص ديالو. والطريقة اللي خدم معاهم أنا بحال هكا، ودير ليهم الشرجم دروكا سدو على حسب الإضاءة باش تبان، داير ليهم موستيك تيخرجوا كاين فيه العصيات تيخرجوا كيتشمشوا تيدوشوا على برا وكيدخلوا. دروكا سدو باش تبان الاضاءه مزيان في التصوير. الطريقه هكا كنخدم معاهم الاخوان. كل طيور بحال دابا بالنسبه عندي هاد الفراخ هادو بيت نفطمهم، دروكا منين كنفطمهم كنحيدهم من الحضانه كنجيبهم من القفص. منين كنجيبهم من القفص اشنو كندير لهم؟ يعني اللي كندير لهم هو كنحطهم بحال هكا كنولف لهم القفص تاعهم، تيبقى محلول ديما من الباب هنا، وكتبقى العصيه نتاعت الفوق تاعي محلوله. الطيور تيبقاو ديما دروكا تنطعمهم في وسط هذا القفص. دابا نوريكم الطريقه كيفاش كنطعمهم، تنبقى تنطعمهم فوق هذا القفص تو كان اول ما تيصفيو الريش اول ما تيقربوا يتفطموا صافي تيوليو حافظين القفص ديالهم، تيوليو تيضلوا تيدوروا في وسط البيت كيلعبوا كيف ما بغاو. كنكون ندير لهم عصيات في كل بلاصه، يعني عصيات والبلاصه نتاعت الماء، يعني فين تيبيو الماء، وكندير لهم بلاصه الماء عاوتاني هنا، يعني ديما كتركز على النظافه ديال الماء ضروريه ومهمه. والاكل هي فين كنقول لكم انا الطيور نتاعي تنركز لهم على الاكل، كنعطيهم داكشي اللي بغيت
هذا الحبار. الاكل كان ميلونجي لهم داكشي اللي بغيت، والطيور كاملهم تيجيو تياكلوا من بلاصه واحده، يعني كلهم تياكلوا داكشي اللي انا كنبغي نحط لهم، وكندير لهم طاسه نتاع الماء كلهم تيجيو ليها، وكنكون مخلي لهم القفصه نتاعهم كاملهم محلولين. اول ما غادي تخطموا دابا هادو كيعرفوا قفصهم هو هذا، الاخرين كل واحد فيهم تيكون عارف قفصه فين كاين، وتيبقاو حرين بحال هكا، زيرو عطان فيهم، كلهم مدرسين، كلهم يمكن لهم انهم يعودوا يجيو عندك. ما تيكون فيهم لا عطل لا حتى شي حاجه، ما كيدابزوش. احسن تربيه كتكون في بالنسبه لطيور الزينه والببغاء هي هذه الطريقه، هذه انك انت كتكون عاطيهم الحريه ديالتهم، يعني تيكونوا هما حرين، كيبقاو تيطيروا فين ما بغاو، تيلعبوا فين ما بغاو، ما كتكونش حابسهم ولا ساجنهم ولا سد عليهم في القفص. هكاك علاش ديما كنايد الاخوان، اي واحد كيفكر انه يربي طيور الزينه راه من الاحسن انك تربيهم فراخ بهذه الطريقه هذه، يعني تيكونوا صغار، وراه طريقه الاطعام بسيطه وسهله، وعاوتاني نعاودوا نشوفوها مع بعضنا يا اخوان باش تشوفوا الطريقه، بالله راه سهله وبسيطه وما فيها حتى شي تعقيدات نهائيا. هبط هبط سير. اخوان كيف قلت لكم غادي نوريكم الطريقه كيفاش كنتعامل مع الطيور ديالي، يعني اي واحد كيفكر انه عنده شي غرفه خاويه وتعجبو طيور الزينه مخلطه وبغى يربيهم بلا طريقه الاقفاص ويكونوا هكا حرين مع راسهم وما يكونوش كيتهزوا، طريقه اول ما كنخطم الفراخ كنخليهم بحال هكا كلهم حرين بوحدهم. الطريقه كيفاش نتعامل معاهم هي الاخوان، الحاجه الوحيده اللي كناكد لكم عليها ديما هي الافنتايان اللي ديما تنقول لكم ضروري ومؤكد، كنديرو الماء كيف قلنا الماء عادي، الماء من الفخار، كنديرو المقدار على حساب شحال من الفرخ عندك، واحد جوج ثلاثة أربعة، طريقة بسيطة وسهلة الإخوان ما فيهاش حتى شي حاجة، واخا تكون الفراخ تمطيهم كتبقى ديما كتعامل معاهم بهذه الطريقة، واخا يكون الفراخ عندك عنده التعب يعني تتعامل معها بهذه الطريقة كتبقى ديما العلاقة بينك وبين الفراخ ديالك كتكون علاقة مزيانة، ماشي كتفطمهم وكتمنعها عليهم، يعني كتفطمهم وتبقى ديما كتعامل معاهم بالتريساج بها، لأن دابا الفراخ هذوك كتشوفهم قدامكم كاملهم مفطومين ما عدا الكسندر هما اللي باقي ما تفطموش، أما الباقي راه كلهم مفطومين، ولكن واخا هكاك راه ديما الأفنتاي راه ديما ما كنحيدهاش عليهم. هشش هانتوما الاخوان هاد الطريقة الاطعام راه بالابرة عادية ديما تنأكد لكم هي من الفرماسيان ما غيخصكم ليها حتى شي حاجة، ابرة نتاع الفرماسيان وهانتوما هذا الطعام. هانتوما الاخوان يعني واخا تيو كاملهم تيكبروا تيبقاو متعلقين بيك بالافانتايا تيبقاو متعلقين بها، وكتبقى انت كتحكم بهم في الطرول، يعني كتولي اي حاجه بغيتي تلقنها للطائر ديالك كتولي كتلعب معاه، الطائر ديالك تيعطيك الطوع تيكون ملفك مولف في يديك ما باقيش يخاف منك، هاو يعني في عادي كتكون اللعب نتاعك مع الطائر عادي فيما تلقتيه تيجي عندك، العلاقه اللي كتكون بيك وبينه هي هاد الافانتايا. هانتوما شوفوا معايا الاخوان كيفاش تيو فاش كنبغي نخدمهم في وسط هاد القفص هذا كنبقى نخلي عليهم ديما محلول، وكنحولهم من الحضانة وكنحطهم هنا في وسط القفص، وكنبقى كنكمل لهم ديك 15 يوم ولا 20 يوم اللي بتبقى لهم كنبقى كنكملها لهم في وسط القفص، فاش كيتفطموا صافي تيولفوا القفص ديالهم، اول ما تيوليو تيطيرو تيوليو تيطيرو تيدورو فين ما بغاو، بالليل ولا الى جاهم الجوع تيرجعوا للقفص ديالهم ديريكت. وبالنسبه للناس اللي كتستعمل الافانتايو تيقول لها مثلا انا خدمت بها وكلت الفراخ حتى شبعوا وشاط ليا، الاخوان انا راه كتشاط ليا الافانتايو بحال هكا راه ممكن تحطها وتغطيها وراه تعاود ثاني ترجع واحد ثلاثه السوايع ولا اربعه وزيدها شويه الماء وتعاود ثاني تعاود يمكن لك تطعمها بها.
اي نوع الاخوان تيعجبكم الطيور الزينه في جميع الانواع راه يمكن تربيهم وتربيهم بهذه الطريقه، حيت هذه هي التربيه الصحيحه، وهذه هي العلاقه اللي شي واحد اللي كاين قال لك تيحب الطيور الزينه تيبغيهم، هذه هي الطريقه اللي خاصك تتعامل معاهم بها، ماشي انك تسجنهم في قفص وتسد عليهم وتقول انت راه مربي طيور، راه بالعكس التربيه هي انك تعطي الطائر ديالك الحريه وتخليه يكون بينك وبين واحد العلاقه اللي يكون تيبغيك، ماشي يكون تيخاف منك تكون حابسه في القفص ديالو ومعدتي عليه، انت ما تستفد من الاستفاده، حيت الاستفاده في طيور الزينه شنو هي؟ انت الا كنتي كتبغي طيور الزينه الاستفاده هو يكون معك العلاقه بينك وبينهم بحال هكا، يعني تيبغيو تيطيروا عندك تدخل البيت كتجلس كيبقاو تيجلسوا معك، هذه هي العلاقه الزينه وهذه هي التربيه، اما الا كنت انت باغي تشري طائر وتحطه في قفيز وتبقى حاطه في شي بلاصه يبقى غير محبوس ما كيطير ما تحطو ما مزياناش معدي عليه، من الاحسن انك نصيحه من عندي بلا ما تشري داك الطائر وبلا ما تديرو، حيت الا بغيتي تربي يا اما ربي طائر بحال هكا اللي يكون تيبغيك ويكون حر نتاع راسو كيطير كاع كيرجع لعندك كتعرفو بلا راه عاجبه الحياه معاك، ما تقدريش انك دير هكا من الاحسن بلا ما تربيهم، هذه هي النصيحه، والنصيحه الاخيره هو كاع اللي كيجي الطيور الزينه عليكم بالوليدات والفراق وما يقدروا توصلوا معاهم هذه العلاقه اللي شفتوا، نتمنى الحلقه تاع اليوم تكون عجبتكم، تسناني في حلقات جداد غادي يكونوا مواضيع في مستوى، السلام عليكم.